تعتبر قصة الجندي الياباني هيرو أونودا من بين أكثر القصص المؤثرة في القرن العشرين، إذ لم يصدق أن الحرب العالمية الثانية قد انتهت، وظل 30 سنة في أدغال الفلبين ينتظر تعليمات جديدة من قائده. التحق الشاب أونودا بالجيش الياباني عام 1942، كان عمره آنذاك 20 سنة، وقد خضع لتدريب الكوماندوز ليصبح ضابط مخابرات. في كانون الأول من عام 1944 استدعاه قائداه الرائدان يوشيمي تانجيتشي وتاكاهاشي ليخبراه أنه سيهبط قريباً في جزيرة لوبانغ الفلبينية مع عدد قليل من الرجال لمساعدة الحامية المحلية عالة في ذي أعمال تخريب هناك. وقبل أن يودعه قال له الرائد تانيغوتشي بحزم: يمنع عليك الانتحار، ويمكن أن تستمر مهمتك 3 سنوات وقد تستمر إلى 5، لكن مهما يكن من أمر فإننا سنعود للبحث عنك، وحتى ذلك الحين أنت قائد أي جندي يكون معك. ما إن هبطت الحامية اليابانية التي كان ينتمي لها أونودو في جزيرة لوبانغ الفلبينية حتى سحقهم القصف الأمريكي، وتفرق إثره الناجون منهم أيدي سبأ في الغابة. وبذلك وجد أونودو نفسه مع 3 جنود شيمادا وكوزوكا وأكاتسو، فبدأ الثلاثة ينظمون طريقة بقائهم على قيد الحياة. في أحد الأيام عثر أونودو ورجاله على منشور قرأوا فيه بذهول هذه الأسطر القليلة: انتهت الحرب منذ 15 من آب، انزلوا من الجبال. وهو ما ردوا عليه بالنفي القاطع، معتبرين أن ما وجدوه لا يعدو كونه خدعة لجعلهم يقعون في فخ الاستسلام. في 20 الأول من عام 1972، بينما كان المقاتلان يجهزان لحرق محصول الأرز في قرية يفترض أنها معادية، فجاءتهما دورية فلبينية تبع ذلك تبادل لإطلاق النار، قتل فيه كوزوكا بعد 27 عاما من المقاومة البطولية. وتصدرت تلك المواجهة عناوين الصحف اليابانية، ولم يبقى على قيد الحياة سوى أونودا. أرسلت بعثات جديدة للبحث عنه، لكنها جميعاً عادت خالية الوفاض. وكان أول من نجح في كسب ثقة الجندي الوحيد هو شاب ياباني اسمه نوريو سوزوكي، إذ حط على جزيرة لوبانغ في ربيع عام 1974، وظل يتجول فيها إلى أن عثر على أونودا، فأوضح له حقيقة ما آلت إليه الأمور. لكن الجندي أخبره أنه سيوافق على الاستسلام شريطة أن يأتيه أمر من قائده في ذلك الوقت. وافق سوزوكي على الطلب وعاد إلى اليابان، وبمساعدة السلطات تمكن من العثور على الرائد تانجوتشي الذي أصبح بائع كتب، وأقنعه بالذهاب معه إلى جزيرة لوبانغ. كان لقاء الرجلان مؤثراً بشدة، وانحنى كل منهما إلى الآخر. الضابط السابق الذي أصبح بائع كتب يفتح وثيقة ويبدأ بقراءتها لمرؤوسه: هذه الحرب قد انتهت، أعطيك الأوامر بوقف القتال. أصيب أونودا بالذهول متسائلاً: هل خسرت بلاده الحرب حقاً؟ وكيف يمكن أن يكونوا عاجزين إلى هذا الحد؟ بعد ذلك انحنى المقاتل الشجاع ليفرغ بندقيته ويضع أغراضه على الأرض للمرة الأخيرة، وليعود أخيراً إلى بلده ويستقبل استقبال الأبطال في اليابان. لم يتحمل صدمة التغيير الكبير الذي شهده المجتمع بعده، فهرب أونودا إلى البرازيل حيث أصبح مربياً للماشية في زاوية نائية، ولم يعد إلى اليابان حتى 80ات القرن الماضي للزواج وإنشاء معسكر للمراهقين الذين يريدون الانغماس في الطبيعة. توفي أونودا في 17 يناير من عام 2014 عن عمر يناهز 91 عاماً، تاركاً وراءه
إرثاً ثقافياً واجتماعياً يحتذى به، وتظل قصة هيرو أونودا مثالاً نادراً للمثابرة والانضباط على مدى التاريخ.